هذا وأقبل الشباب البحريني على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، وذلك في ظل وجود العديد من الوجوه الشابة التي تسعى للوصول إلى قبة البرلمان. بما أن الشباب هو المكون الأساسي في التركيبة السكانية بمملكة البحرين وهو صاحب الثقل، لابد أن تكون مشاركته واسعة في الانتخابات، خاصة وأن الشباب البحريني على قدر عال من المسؤولية تجاه وطنه. الانتخابات هي ركيزة الأساس في تطوير المسار الديمقراطي، فمشاركة الفئة الشبابية راح تنمو الإرادة الشعبية، وفي نفس الوقت راح تساهم في تطوير نمو الحياة البرلمانية. فدورنا كشباب راح نكون نقدر نحن نلبي الواجب، وراح نوصل صوتنا بإذن الله. حماس الشباب في هذه الانتخابات ورغبتهم في العمل من خلال السلطة التشريعية لم يأتي من العدم، فإحساس المسؤولية والحس الوطني العالي دفع بهم إلى الإقبال تجاه الانتخابات، الأمر الذي يعكس الحيوية التي يتمتعون بها. حتى في انتخابات هذه السنة بأن هناك وجوه شابة جديدة تدخل على المجلس، هذا الشيء أعتقد أنه هو مؤشر إيجابي للحركة البرلمانية في البحرين. شباب البحرين لطالما كان محط ثقة وفخر واعتزاز لما له من مساهمات في كل القطاعات والتخصصات وعلى مستوى البحرين والمنطقة والعالم، وها هو اليوم يمارس حقه الديمقراطي تجسيدا لدوره.